جاي تاني ليه يا سليم؟ من جالك بيتك جاب الحق عليك؟ ما تخلقش اللي يجيب الحق عليا. انا مش فاهم انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ الداخلية وما شمتش خبر ان ليك علاقة بالقصة، والعملية وتمت، وسيف هو اللي اتورط قدام الشركة. مالك يا نوح؟ في ايه؟ في انك كنت عارف ان احضر التسليم بنفسي ومع ذلك بلغت؟ يا سيدي انا ما سربتش معلومات للداخلية عن مكان التسليم الحقيقي. انا سربت معلومتين كده عن المكان اللي احنا متفقين عليه. سايب اللي سلم البضاعة ورملك الطعم في مية مسمومة ومسك في رقبتنا. جرى ايه يا نوح؟ ده انا سليم العطار. انا عارف كويس اوي كل واحد فيكم بيعمل ايه. سايبكوا تلعبوا عشان يوم ما هفكر انزل الملعب بنفسي كلكوا هتبقوا في ظهري، يا تشوفوا لكم بقى لعبه تانيه تلعبوها. كلكوا؟ اسلوب الجمع اللي انت بتتكلم بيه ده معناه انك حاططني انا وسيف في كوم واحد. لا، انت وسيف وكل اللي هيفكر يقف قصادي. داليا صادق دي المذيعة اللي اتقتلت؟ بالظبط يا فندم. طب واحنا مالنا بالقضية دي؟ ده شغل مباحث. داليا صادق كانت على علاقة بسليم العطار. تجي معايا فين؟ يا سارة طارق مع مروان لازم يتصفى، وما عاوزش حاجة تشغلني عنيه. الطار مش تراك لوحدك يا فارس. أنا كمان دفعت تمن اللي بينك وبين مروان. دفعته حرمان من وجودك جنبي. دفعته لما كنت بسهر طول الليل لوحدي عيط محدش حاسس بيا. ودفعت أكتر لما اضطريت غصب عني بدي إيدي عليك عشان أنقذك. جاي دلوقتي بقى وتقولي لأ؟ أنا اللي بقولك لأ يا فارس. وراح فين الكلام بتاع بلاش دم يا فارس؟ طبطب عليه وحطه جنب الحيط يا فارس. أنا ما قلتش هقتله، بس الألم لازم يترد. اطلع هات شنطتك. أنا كمان هاجي معاكوا يا فارس. عوض ده أخو جوزي، كنت عايشة معهم في البيت وكان بيضايقني. وكان بيضايقك من غير سبب؟ ما بلتيش ريجو يعني؟ الله يسامحك يا علي. استنوا يا أولاد، خد الواد وابعدوا شوية يا حاجة رئيفة. حاضر، يلا يا يونس. هو كان بيحبني وكان عاوز ياخدني من أخوه. استغفر الله العظيم. علي، أنا رحت حكيت لحمدي، فراح كلم عوض وعوض قتله وكان عاوزني أهرب معاه، وأنا فضحته قدام أمه وأخواته فبدأ يهددني. علي، خدت ولدي وهربت من البيت ومن البلد كلها. علي، ورب الكعبة دي الحكاية كلها. كدابة. لا مش كدابة يعني. لا كدابة، لأنك لو مصدومة كنت حكيتيلي من أول يوم شفتك فيه، أو حتى كنت حكيتيلي لما شفتيه في المولي. لكن أنت سهيتيني وخليتيه يجي وراكي لغاية هنا. الله أعلم كنت هتعملي إيه تاني. لكن أنا ندمان، ندمان إني عرفت واحدة زيك بعد ما سخرتي الجندة من الناس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما كنتش عاوزك ده يا علي. علي، أنا خفت أقول لك عشان ما تصدقنيش وتسيبني. لما ظهر تاني خفت عليك مني.
لجدت الجدل. والله العظيم ما عملتك ده عشان عاوز احافظ عليك. والله ورحمة أبوك ورحمة أبوك ورحمة أبوك يا علي سامحني ورحمة أبوك. مسامح حب مروان تعبان يا فارس ممكن يموت. انا عارفه ان اللي عمله فيك مش شويه بس انا مش عايزاك تروح في داهيه بسببه. لو خايفه عليا ما تقلقيش، انا عارف انا بعمل ايه زين، لكن لو خايفه عليه خاف اكتر لان مش هرحمه انا. ده ترى قولي حاجه والنبي. انا اسفه بجد، انا مش لاقي حاجه اقولها، بس انتي اكتر واحدة عارفة اللي عمله مروان. ايوه بس انا وقفت جنبكوا لما كنتوا تحت ايد مروان، دلوقتي انا بترجاكي تقفي جنبي. واحنا ما ناسينش اللي انتي عملتيه معانا يا ندى، كتر خيرك جميلك فوق راسنا، بس برضك مش هسيبه. خلاص يبقى تاخدني معاك يا فارس. بابي كان متجوز واحدة اسمها غادة، المفروض ان هي مامت عز. الشهتين دول واحدة منهم جابها عز والتانية مامي لقيتها في مكان تاني. يعني عايزة طلع معاها حق؟ مش عارف، بس مش هي دي المشكلة دلوقتي. المشكلة هل احنا لينا أخ فعلا وعايز ينتحل شخصيته، ولا عايز يبقى أخونا بجد؟ طب لو هو منتحل شخصيته ويسمي نفسه عز ليه؟ الشهادة التانية باسم أدهم. مامي كانت بتحاول توصل للموضوع ده، بس أنا مش عارفة هي وصلت لإيه. والشهادتين دول واضح ان وراهم قصه كبيره وانا لازم اعرفه. انت تعرفي ازاي؟ اكيد ندى تعرف كل حاجه عن عز، اكيد هتوصلنا لاي حاجه. طب وانت ليه ما قلتيش الكلام ده لعم سليم في الاجتماع؟ سلمى انا حاسه ان مامي متورطه في حاجه في الموضوع ده، لازم اعرف الموضوع ده عباره عن ايه الاول وبعد كده نبقى نشوف. أنا عايزة أعرف إيه علاقتك بالموضوع ده يا سليم؟ أنا ممكن أصدقك لو الموضوع له علاقة بأي واحدة تانية غير داليا صادق. أنا هقولك على كل حاجة يا مريم. كنت مستني إيه علشان تقول؟ ده أنا بقيت أعرف عنك أقل من اللي يعرفه الناس، وأنا المفروض مراتك سرك، بتعمل اللي أنت عايزه ومش بعرف ليه وازاي. بتظهر لما تعوز وتختفي لما تعوز، بتتخنق لما تعوز وتروق لما تعوز. انا عايزه اسالك سؤال واحد يا سليم، انا ايه في حياتك؟ انت كل حاجه في حياتي يا مريم، وما تكبريش الموضوع بقى. موضوع كبير فعلا. انت كنت تعرف واحده وقتلتها وبتقولي ما تكبريش الموضوع؟ قتلتها؟ ازاي تقولي كلام بالشكل ده؟ مش انا اللي بقول، البوليس هو اللي جه لغايه عندنا. انا بخاف منك يا سليم. انا في امان؟ انت بتحبني؟ طب لو انا فعلا في امان وانت بتحبني، بتخوني مع واحده تانية ليه؟ انا ما بخونكيش، وانا ما قتلتش حد يا مريم، ما قتلتش حد. بعدين يا حبيبتي ما تخافيش مني، ده انت اغلى حاجه في حياتي. وما تخافيش كمان وانت معايا لانك في حمايتي. نفسي اصدقك، نفسي اعرف انا عملت ايه علشان تعمل فيا ده كله. مفكرتش في مشاعري، مفكرتش الناس هتقول عليا ايه، والاخبار كلها بتقول داليا صادق عشيقه سليم العطار. ده انا طول عمري بحبك يا سليم وراضية وبتمنى لك الرضا ترضى. ليه؟ ليه يا سليم ليه؟ أنا عارف يا مريم إنك استحملتيني كتير، يمكن أكتر من اللازم. ومن ساعة ما دخلت حياتك
وانت جايه على نفسك، بس انا عايزك تسمعيني كويس وتفهمي كلامي. انا ما قتلتش حد، ما قتلتش حد يا مريم، دي حكايه متلفقه علشان تحطني في ورطه كبيره. كل اللي هطلبه منك دلوقتي، ويمكن يكون ده اخر طلب ليا، انك توقفي جنبي، تصدقيني وتسنديني لغايه ما الورطه دي تخلص. بعدها يا حبيبتي اوعدك ان انا هعوضك عن كل اللي فات، وحسبت لك اني غلطانه، وحتشوفي حبي بجد. سيف العزازي مغرور، فتح على نفسه 100 جبهة ومجند كل الناس اللي حواليه، فاكر ان هو مفيش اي حاجة هتدينه بشكل مباشر، عشان كده بيحرك قطع الشطرنج اللي حواليه زي ما هو عايز، وبيضحي بيهم وقت ما مهمتهم بتخلص. واحنا ايه اللي مصبرنا عليها طارق باشا؟ انا متأكد ان احنا لو هجمنا عليها هنلاقي حاجات كتير هتدينه، متأكد كمان ان احنا لو فتحنا اللابتوب بتاعه هنلاقي حاجات كتير قوي تدخله السجن بقية عمره. طب ما انت هاجمت ذكرى العطار، ايه اللي حصل؟ وقتها كان العمل ايه؟ انا مش محتاج تبرير، انا كمان هاجمت سليم العطار، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. انا عايز اقول لك ان انا متابع تحركاته وتحركات كل قطع الشطرنج اللي حواليه، ولما نحب نستخدم القوه لازم نكون واثقين ومتاكدين انه هيقع، لانه لو خرج منها المره دي هيخرج اقوى 100 مره من الاول. عشان كده لازم نستنى اللحظة المناسبة. وأنا تحت أمرك يا طارق بيه. أنا عندي عين وسط مجموعة سيف العزازي، وهعتمد عليكم أنتوا الاتنين. في المجموعة؟ مين يا باشا؟ هتعرف، هيظهر لك في الوقت المناسب. طب والله الكرسي الكبير مرسوم عليك. أونت